هلا والله بشباب البنات. طبعا اليوم هو فلوق العيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. راح اشوفكم يومي اليوم، ايش راح اسوي؟ روح للصلاة وراها نطلع، يعني بس نطلع العصر موسى. خليكم ويانا، اتمنى الفلوق يعجبكم، لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب ومشاهدة ممتعة. طبعا شباب كلامكم بخير، هسه خلصنا الصلاة، الله الصحة والسلامة، تحقيق الأمان يا رب. 2 hours later. هلا والله شباب، هسه التكملة. طبعا الصباح رحنا للصلاة، وهسه راح نروح للمول ووراها نروح للمطعم. خليكم ويانا، اتمنى الفلوق يعجبكم. حاليا هسه وصلنا للمول، راح نطب ونفطر شويه. شوفكم المول، هذا المول شباب بكل الماركات، طبعا واحد من اكبر المولات هاي المدينه او يمكن اكبر. شباب هذا محل قوط، جينا منه مرة على التخرج. شوف شباب كل الماركة، هاي ما الساعات، هاي كل آلاف. نطب على هذا ابو الحليب، هذا انا شباب. شوفوا الاوتفيت، طبعا هاي الأحذية بسكتشرز، هذا قسم الرجال. واو، هاي النسائي، هذا مثل أحذيتي تقريبا بس نسائيات. طبعا شباب كبير علي، هسه راح يقدر غيره، هو يعني حجمي هو المفروض، بس هاي النوع يجي شو اسمه الضخم وايد يعني عريض، بس هنشوف القياس مالي. شباب طلع ما عندهم اصغار، عندهم بس لون ابيض، وانا عندي نفسه ابيض فماري، بس نشوف غير المحال. شوف شباب هاي مال الله للهلوات، بس ما ادري اكبر ولا هاي محابس، بس هنا كله غالي، اجيب من العراق اصرف. سوارات، هاي سوارات للنساء،
شغلات حلوة. هاي كذا شوفوا هذا الدباديب هنا مثل واو جد حلوين. هذا طبعا محل ملابس بس انا هذا صور الهاي مو الملابس. كلش حلوات انت حبيات تحطهم بالبيت كلش حلوة. هاي $1,300 يعني $1.5 million. انا خبي اشتريها عادي بس مو اشتري صعب انا اقوم اشتريها. هاي محابس 3000 هاي بس شو اسمه ب 3000 الايرنجز المحبس ب 1300 هاي ب 1600 هذا الزنجيل 2500 حلو والله. هاي كذا هذي اشارة الابدية هاي طقو. هاي ما السفر من اجي اجي اخذ جاب منه ان شاء الله. واو شباب هذا المطعم كنا بيه الكافي قصدي مادو ان شاء الله نرجع له بالمره الجايه. هاي لولو هذا الاجواء المطعم هو يبيع مطعم وكوفي فاحنا جينا ناكل سان سباستيان نجرب. We would like two San Sebastian cheesecakes with the chocolate. Yeah, we have chocolate. I'll serve with the chocolate. That's it. Two. Okay. Thank you. Thank you. طلبنا شباب 2 San Sebastian cheesecake ويا الشوكليت. هسه ممكن ونقيمها يعني انا جاي على المطعم الصراحه لا عم ولا انا جاي بس اذوق يعني هو مطعم وكذا بس انا رايحين غير مطعم. وقعتها مرتبه تدري موجود بالعراق الدكان ما ادري موجود بالعراق شباب طلعتهم بس تشيز كيك واحدة مخلصين قلنا نجيبها يلا الوحدة بوكا وعود غير مرة يعني ناكل اليوم بس بوك. شباب ها هي سان سباستيان هاي القطعة بعشرة سعرها ممتاز مع الكاكاو السلاي هسه نجربها اعطيكم رأيي. ها والله شي والله ها لولو طيبة. هاي الساعات سباستيان خذوا عليها يابا شوفوا الارانب اللي تخبط واو هاي بالمول حاطينها واو عرض السيارة هنا يعرضون السيارات بس حاليا ماكو شوين هاي الحركة 50 يمكن كانوا يحتفلون بنسخة 50 من السيارة بهيك شي فارغ احلى شي ما بين ناس
هاي الجنطه السبيش. طبعا هنا كل شيء ماركه، هذا جوتشي يعني تخيل، هذا جوتشي تعال، هذا جوتشي ورولكس، هسه راح رولكس طبعا، هذا جوتشي يعني انا ما اطوق، شو اسوي اطوق، ما يحتاج. هذا سي او اس، ماركه مشهوره هنا بالملابس، تجي ملابس هيك تكون خفيفه وحلوه. الله عيوني، تعالوا وياي رولكس. باعوا لي هاي بالنص، هاي كلها هنا 10,000 دولار والقصائر، باعوا لي الشغل، بس باعوا لي الجوال، باعوا لي الجوال حبيبي. لا الجوال ما شاء الله. يجي يوم شباب باذن الله اصور فلوج رولكس وأنا مشتريها، يعني مو بس أطلب مبالغ، مشتري. يابا حتى محل مواعين موجود بالهاي، مواعين ومفروشات موجود بالمول. واو هذا مجوهرات، تعال نشوف. واو واو شوفوا الجمال، والمحابس مرتي من ناجي اخذ لك. واو كلش حلو. هذا محل يعني مكياجات ومال غسول مال الجسم. هاي حلويات كوريا شباب، المحل طلع كوري، كل شي كوري عنده. هاي حلويات وحتى هاي يشتغلون كوريا. واو هذا كله مال وجه للنساء، واو عناية بالبشرة وماسكات للشفة، هاي مدري شنو النوم، كله ماسكات كورية واسعار يعني زين، 30 دولار 15، اسعار مناسبة. واو بعدين هاي مال بناء، لا هاي البطه، صبغ الشعر، ها منتجات شامبوات كوريه ما اعرفه. هاي كل الاشكال هي تسويهن ويطلع، واضافه الى هاي الاشكال هم اللي تقدر تسويها $10 الواحد، او هذا شو اسمه هيك مثل مال باص. هسه طبعا خلصنا من المول شباب، راح اروح للمطعم، ورا اروح للبيت. هسه اكو مطعم، واو الاجواء كلش حلوه. هاي العمارتين مطعوجه، الجو هم كلش حلو اليوم. شوفوا هاي الطيارة دا تقلع حسه، شوفوا وين مسافرة. واو خلنا نستقبلها منا. وصلنا شباب المطعم، نفس المطعم ذاك اليوم نزلت عليه بلوك. هسه نشوف الاكل، هذا المنيو شوفت لكم من قبل، قيمة لحم بعجين، وهذا قسم المشاوي يجي ويا تمه رز او رز. وهذا قص لحم ويا تمين او ويا لبن اسكندر او سادة. هذا السوق
فلفل اسود طاحية. بسم الله. طيب قيمة بس بالجبن، الجبن جو أحدث ايه جو مش طيبة لحمة بعدي نجيب عليه قاص باويج صير وندفه يطعم غرورا هاي المرة ممتع الذي تشوفه كلش طيبة جبن وبسطرمه دهينا كلش بسم الله بعد دهن نقدر كلش طيبة ناكل ونرجع لكم هذا الاكل الزاد نحمي بالليل يعني مو الا اليوم قد يوم كذلك هذا همين نحن بعجين قص وهذا صمون نحن نحمي في البيت تشرب شاي؟ انا اشرب شوف شباب هاي شوف هاي هاي حلويات هاي مشاريب تركية راح ناخذ من هاي الرول وهاي شوف شباب هاي موطي هاي الرول وهاي كنافة شوف شباب هاي مالي ما بصدق فيه شباب من يتبع يلا شوفوا انت هاي الكنافة غير بابا من بابا وعازم يا مو مرة تنحيز يا بس جينا الحلويات التاج ناخذ حلويات شوفوا هاي دانيس انا راح اقول لك كلها طيبه كلها طيبه هاي شعريه مو نفس كنا طبعا اخذنا هاي
حلويات مشكله وهاي اللوله. طبعا هنا يا شباب وبنات يكون الفلوق خلص لليوم، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.